قال زعلان ما سويتي جاهزين دي المفحور ريالك في الاخوان ما نمشي لك دار تبدا هدفنا نهيبك شو ترقام حنوسع لك منتهي لو شفتم جعلك في خبر كام بعد الدي لك امريكا في الشغل الدولي قال زعلان ما سويتي جاهزين دي المفحور ريالك في الاخوان ما نمشي لك دار تبدا هدفنا نهيبك شو ترقام حنوسع لك منتهي لو شفتم جعلك في خبر كام بعد الدي لك امريكا في الشغل الدولي امريكا في الشغل الدولي دايما باقين في الشيء فور ايفر كلامه ما بسوي دون افعال كلامه ما بخوف نحنا نجيب ونشوت وما بفوي قول الكلمة صح لو ما بموت ريدي قول دوي ذا او ماي ماذر سيبك من جامي دين هاسي كانوا وين ذا لما كنت موازي للصفر ما في كان اي مستقبل يتذكر لما جنبيك الناس بالاسابع معدودين ما خفت اتخسر سيبك من اللي خفت نتقابل وانتي دايرة نتعادل تغلطي بعد بابا بتنازل كذابة تفضلي في بالي بعد مع قلبي برضو بشاكل راهنو نوصل او لا ما بهمنا برضو لسه ماسكين الدرب من بداية الشكل اللي ويسمنا ده اللعيبة تكتيكم شرس ما محتاجة ترتيب مهمة دي جايبة ناس في تركيب تنفرق فجأة تبدأ زي شغل الغريب ناس عن قالة جاهزين للفريق شوف افلام زي السينما سد السرك اقا سيميلر طول لسانه ناسي انه الشهنة ما في كلام اتقالوا ما في السيمينا قالوا واقفين في التنفيذ على الهبسة سيبوا مكانهم بطحين زي الضمنة سيبوا مكانهم بطحين زي الضمنة قال زعلان ما سويتي جاهزين ديل ما في حرية لك في الاخوان ما نمشي لك دار تبدا هدفنا نهيبك شو ترقام حنوسع لك منتهي لو شفتم جعلك في خبر كام بعد الدي لك امريكا في الشغل الدولي قال زعلان ما سويتي جاهزين ديل ما في حرية لك في الاخوان ما نمشي لك دار تبدا هدفنا نهيبك شو ترقام حنوسع لك منتهي لو شفتم جعلك في خبر كام بعد الدي لك امريكا في الشغل الدولي